السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعن أول نقصن دواضي الكسو دبادة شانالك يوتيوبك أصلح أبا صافي ما انتخي سديني وحاكا مدنقن دونا أو إذن كشاكين دونا أبو رستي حواء يو آدم عليه السلام يو حواء سببت أو جنة لغسو ساري ولا لهيغا هادبا أن قدقلنا خسدي نبي آدم عليه السلام جنة دحديسة أيا كوريغا يي أو ملهين لماني أو كوريكتو وهل سا مركي بو سحدي أو مركي سوكعي وحو أركي خوف دمرأة أو فديدة مدحيسة أكتيسة و ألي كأبوري فيرتيسة آدم وحو ويديي محاتهي وحي تري خوف دمرأة وحو ويديي محالاو أبوري وحي تري إنان كو أهادو وهل ملائكة أوغا علميغا آدم يو أخون تيس بدن وحي ويديين أو مغا عيدا آدمو وحو يري حواء وحي ملائكة يراهدين أو محالو يري حواء آدم وحو يري وايو وحالاغا أبوري وح نول محمد بن إسحاق وحو كسو وريي ابن عباس إنو يري حواء وحا لغا أبوري فيرت أقابن حق فيرتي سبيدح إسوغو هردا دبا ديدنا وحا لغو دهاري حال كيدي هلب واتن إلهي أونو شيغي إلهي وحو دهي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وإسغا ألي كان إذنك أبوري نف كليا آدم دبا ديدنا وحو كأبوري إساق أفديسا حواء سي أغو حسلو ولا لهيغ هادة بأن إذن شاقو أناغ هادة أنهاي صومالي وحان يرهدان وحان يرهدان حاو لكن عربيغ سحديسا حواء واي مارك حاو ما أهان حواء واي مقع يدا وعربيغ وسحدة نبيغ صلى الله عليه وسلم وحو يري إسو دردار ما وناجنت دو مارك وايو وحا لغا أوري فير فيرتان وحا أقلو عن هل كيدا ساري هدي آد اسكو ديدو إنا توسيسو واجبي نيسا هدي آد كتاكتانا وحي اسكا أهان ميت خلو عن إسو دردار ما وناجنت دو مارك آدم إيو حواء إلهي وحو أودهي ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين آدمو أذيك يحاسكا جنة الحديثة كجرة كنا قادة حواء ينكو سمي حواء ينكو أبوري سيدي وهل أيكو ونقطة جنة لكن جيت كاس مؤجدا هكو أباننا أو حتى أباننا حتى تكون أباتان جيت كاس أو أتاواتان وحد نخانيسان دادك او ظالمين تاه كدب مالين مال مها كمد اه ايا شيطانكي وحو ايمادي آدم ايو حواء شيطانكي ايو وسواس جيليي شيطانكي وحو او دهي آدمو جيت كاس اد او جيدان وجيت ادي اد او فيعن اي جيت كاس بحا عنا كدب آدم او دهي جيت كاس انغا ما او دباهينو إلهي وانغا حرمي جيت كاس إنان تاوانو بحي كويالون إنان سو غوصانا أما إنان أن عنو وقدم بنتي شيطان أما إبليس لعنة الله ووسواسيي آدي آد أيا ووسواسيي إبليس آدمني خلبي جيس واجلعي إبليس وحوودهي جيت داس عنا هداد عنتين واللي جينا جنة مكبي حيسان جنة بخور آيات كورنا خنيسان ووسواسيي كذب آدم وحال شيغا آدم مربين جيتك إنو أو عنو لكن وحا خفت أو وسواسيسي حوائي إهد علاية كل حال لبضو ذا جيتكيبا ويعنين شيطانكي أيا وريريي كذب مركي جيتكي أي عنين إلهي سبحانه عز وجل آدم وحوودهي آدمو
aniga maku sheegino maku dhihino geedkan ha u dhawaanin oo maxaad u dhabaatay oo maxaa geedkii wixii fuulay oo maxaad u cuntay kadib ilaahay ayaa u toobad keenay aadam iyo xawa labadoodaba ilaahay ayaa u toobad keenay waxay dhaheen ilaahayow anaga waa ku toobad keenay nacafi aadam toobad ayaa la imaaday iyo xawa waxay dhaheen ilaahayow nacafi waan khaldoomnay haddaana nacafinin waxaan ka mid naqanaynaa dadka oo khasaareen ilaahayow nacafi kadib ilaahay waa u cafiyey aadam iyo xawa toobadooda alla waa ka aqbalay laakiinse aadam iyo xawa ilaahay subxaanahu wacaza wajalla waxaa u soo diray arlada wuxuu u dhahay toobadkiina aniga waan aqbalay ayaas dhahay ilaahay laakiinse jannada iga baxa waxaan idin dirayaa arlada dhulka kadib aadam iyo xawa waxaa la keenay dhulkii oo dhulkii aqoon aan u lahayn oo dhulkii yacnii oo dhibka badnaa khaxarka ahaa dhulka ayaa la soo dejiyey aadam iyo xawa sababta loo soo dejinay maxay ahayd liajli geedkii ilaahay oo ka reebay oo ay cuneen haddaba ogow ibliis jannada sababta loogu soo saaray waxay ahayd aadam inuu u sajuudo waa diiday ilaahay ayaa ka caasiyey aadamni sababta jannada loogu soo saaray waxay ahayd geedkii oo alla ka reebay ayuu taabtay ayuu wax ka cunay laakiinse aadam ilaahay waa u toobad keenay laakiinse ibliis ilaahay ma u toobad keenin marka qof walba bini aadam oo khalad galo ilaahay waa ka aqbalayaa toobadiisa nabigeennu sallallahu calayhi wasalam wuxuu dhahay maalin qorax soo baxdo waxaa u fiican jimcaha maalin jimci ah ayaa la abuuray aadam maalin jimco ah baana la geliyey jannada aadam maalin jimco ah ayaana laga soo saaray jannada aadam maalin jimco ahni ayaa dhici doontaa khiyaamada walaalahayga qof walba oo bini aadan ah dembi oo galay waa inaa ilaahay u toobad keenaa maxaa yeelay ilaahay wuxuu dhahay fatalakaa aadama min rabbihi kalimaatin fataaba calayhi innahu huwa attawaabu araxiim markii uu aadam dembigii oo galay oo geedkii laga reebay oo ku aalnaa jannada wuxuu la kulmay aadam fatalakaa aadama min rabbihi aadam wuxuu la kulmay rabbigiisa wuxuu weedistay toobad in ilaahay uu cafiyo ilaahayni waa kii toobadka aqbalaa ooni naxariista badnaa ilaahay wuxuu kala dhahay qaalaa rabbanaa dallamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin labadoodaba aadam iyo xawaa waxay la kulmeen rabbigooda waxay dhaheen rabbiyow nafafkeena ayaan dulminay geedkii oo aad naga reebtay ayaan cunnay ilaahay noo naxariiso rabbiyow haddaan noo naxariisanin waxaan ka mid naqanaynaa dadka oo khasaareen dadka oo khasaareeni ilaahay ma naga dhigo dhammaanteeni walaalahayga insha allah emeehan ayaa noogu dhammaaday qisadii oo ahaa abuuristii xawaa iyo jannada sababta oo lagu soo saaray labadooda filimkani waxaa idin soo turjumay walaalkiina aslax aba saafi waxaana lagu soo turjumay studio saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baadaba insha allah qaybta xigtana waxaan idin soo turjumi doonaa khisadii oo ahaa haabiil iyo khaabiil.